الله يسلمكم مع الحفل. الله يحفظكم. بون فرحان بزاف تواجدي هنا في المزاغون مع هذا البيبليك، الاستقبال والتنظيم الجد رائع. فرحان بزاف انه هذه لا دوزيام سواري في هذا العام اللي درتها هنا في مزاغون، دونك توحشت الاجواء باش نكون مع البيبليك اليوم. يعطيهم الصحه اخوي خالد على اداره المزاغ وعلى هذا التنظيم الرائع على من ناحيه اللوجيستيك والصون كل حاجه والاستقبال كل شيء كان رائع. ميرسي بوكو. ودائما هنا فرحانين كنتواجدوا مع البيبليك تاعنا هنا اللي يفرح بينا وتلاقاو معاه ونقدموا له حاجه اللي متعود يسمعها نسمعوها له لايف. بالنسبة للجديد ديالي، الجديد انه خرجت اني يعني نخرج نوجد في ألبوم هذا اللي طلقت منه لا شونسون اللي خرجت غير كيما تعتبري لا مولا. ابخي راح يخرجوا دي شونسون ان شاء الله من حتى راس السنة ان شاء الله باش نكون كملت هذا الألبوم. ويعطيكم الصحة انتم على الحضور على هذا الجلسة اللي درناها كيف كيف. الجمهور ديال مازاغون كان شيء رائع اليوم. توجور رائع جمهور مازاغون بإدارة المازاغون اللي تعرف كيفاش تنظم هاد لي سواري وتنظم هاد الحفل اللي دائما يكون رائع في سواء في الفلاسان ولا في سواء كنتلاقاو به. بالطبع الري باقي عنده المكانة ديالو، يعني كاين شي منافسة. أكيد الري يقعد عنده محبين وعنده مستمعين اللي احنا رانا نكملوا باش نقدموا واش داروا لي زونسيان ولا الفنانين الكبار اللي سبقونا للري. ورانا الحمد لله نخدموا كلمة القلب ديالك. كلمة حب كبير لهذا الجمهور لهاد الناس اللي حضروا اليوم، يعطيهم الصحة وشكرا بزاف على هاد الالتفات. ميرسي.